السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف للياء. النهاردة إن شاء الله هنتم الإجابة على أسئلة اللي هو فيديو الإجابة رقم 18. السؤال الأول: بالنسبة لعزل الصقع حراري عشان شمس الصيف، وبالنسبة لعزل سقف الغرفة من المياه عشان السقف ما يسربش مية، المعيز حلهم إيه؟ الصراحة سؤالك مش واضح يا أخ محمود، أنا مش عارف سؤالك تقصد بإيه. الخلاصة أنت لو بتتكلم على السقف عشان الصاج والمطرة، كل واحد ليه طريقة في عزل المزرعة بتاعته، وكل واحد عنده إمكانياته حسب إمكانياته. في اللي بيضل بيعمل بوص جريد نخل وبيرمي عليه مشمع، استطاعته كده، مش مستطاعته لا يعمل خرسانة ولا يعمل صاج. في واحد استطاعته يعمل خرسانة وده الأفضل، انتهى الكلام، لا مية ولا شمس. وفي اللي بيعمل صاج وسط، حل وسط. وفي منه انواع صاج عازل اللي هو بيتقال عليه في مصر ساندويتش، اللي هو صاج عازل طبقتين وما بينهم فوم عازل حراري. فكل واحد على حسب امكانياته يعني. اما من ناحيه صيف وشتاء فطبعا ده كله بيحمي من الشتاء، واما من ناحيه الصيف ممكن تستكفي، مش لازم غرفه، تستكفي بتنده فقط لغير عن على 4 عمدان، سقف صاج او خشب او بوص او جريد، اي حاجه تكسر ظل الشمس، تكسر الشمس بس الظهريه، الغنم تستظل تحتيها في الحر، ومن الجنابه تبقى مفتحه ما فيش مشكله. اذا كان السقف صاج، خرسانه، اي حاجه. في الشتاء لازم يكون في مكان مغلق خاصه مع المواليد يعني بالخاص. وفي ناس لا بتحط والله لا في صيف ولا في شتاء في اماكن بترعى، وعندنا مراعى ايامه عز الحر وفي عز الشتاء وفي عز الساعة الغنم برة ما لهاش مكان نهائي، تقعدش غير في الخلا وعايشة وامورها تمام يعني، بس بيحصل نسبة وفيات ونسبة امراض. احنا عاوزين نتلاشى، عاوزين نظام مثالي مش اكتر من كده. الامونيا في الاماكن المغلقة لا تأثير على العين؟ طبعا لا تأثير على العين وعلى الجهاز التنفسي كمان، مش على العين بس، على العين وعلى الجهاز التنفسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي استفسار بسيط عن أكل مواليد الغنم، ممكن نرحلهم الخبز ونعطيلهم عادي بدل العلفة؟ يا أخ رياض أنت سألتني السؤال ده وأنا جاوبتك، قلت لك عادي لو مش متوفر عندك غير العيش ماشي، ولكن يفضل تحط عليه نسبة صويا عشان ترفع البروتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عايز أعرف باشمهندس ينظف الرحم والمضاد الحيوي يتاخد بعد كام يوم من الولاده؟ تقصد يعني حاجه مضاد حيوي ينظف الرحم؟ والله انا بستخدمش مضادات حيويه بعد الولاده، طالما والد الطبيعي وبتاكل وبتشرب معناه كده ان مفيش اي التهابات في الرحم، مفيش اي مشاكل. انما لو في مشاكل في الرحم، نزلت دم ريحته كريهه بعد الولاده، اكلتها وحركتها خفيفه كده ماشيه متكتفه بعد الولاده مباشره، يبقى كده ممكن حصل التهاب في الرحم. بدي بنسلين 3 ايام ورا بعض بنسلين، أو ممكن أدي أول يوم مضاد التهاب معاه زي الديكلوفين يعني. أنا سمعت حضرتك النعجة رجليها الاتنين اللي قدام مفتوحين وبتمشي بصعوبة وتقع وتقوم، مديتها ديكال 12 وما زالت كما هي، البطل قال لي نتيجة حقنة غلط في رقبتها، لو حبيت أديها حقن فيتامين ب 12 لتقوية أعصابها، أديها كام سنتي وهل هو عضل أم ماذا؟ وهل النعجة دي تنفع نوديها تعشر ونذبحها وخلاص؟ مع العلم إن وزنها حوالي 35 كيلو. انت سألتني السؤال ده بس ما كنتش ذاكر وزنها. اول حاجة الديكال 12 هو فيه فيتامين بي، ديكال 12 لا ديكال فوس اللي هو البيطري تقريبا ده ما فيهوش فيتامين بي. ديكال 12 فيه ديكال 12 فيه فيتامين بي 12، في الديكال يحتوي على فيتامين بي. الديكال عبارة عن كالسيوم، البشري عبارة عن كالسيوم وفيتامين دال وفيتامين بي، فهو يصلح كمخدر. لكن لو هي اكيد الاعصاب عندها فيها مشكله تديها حقنه، اديها امبول الترا بي، حقن بشر اديهولها عضل، امبول الترا بي عضل. وممكن تديها يعني يوم ويوم، ممكن تديها يعني تعيد لها واحد كمان بعد يومين. واما الديكان انت ما قلتليش اديتها جرعه قد ايه. المفروض هي لو وزنها 35 كيلو، نعجة وزنها 35 كيلو، المفروض تاخد على الأقل 20 سنتي في شرب في الفم كل يوم، 20 لـ25 سنتي، كمان تاخد من 20 لـ25 سنتي شرب ديكال 12 في البق. لو انت اديتها أقل من كده فيعرف ان هو السبب ما جابش نتيجة. أما دي تقوص الرجلين وصعوبة الحركة ده بيبقى نقص كالسيوم مع وجود الشهية، لو شهيتها مفتوحة.
راحت شهيتها، لا يبقى ممكن عندها في تعب مسبب لها التهاب في الاعصاب، مسبب لها مشاكل في الاعصاب، مش قادره تتحرك، او يكون الدكتور شافها فعلا يكون ابره مديالها غلط في الرقبه، جت قريبه من لوح الكتف، من لوح الكتف عملت لها مشاكل، لما تيجي تدوس على رجليها لوح الكتف بيتحرك، فبالتالي لوح الكتف بيتحرك فبالتالي ما بيحصل فيه وجع. ايه الاضافات اللي تضاف الى الاعلاف على الاعلاف، وايه اللي يمنع تكون حصوات الاضافات؟ انا في فيديو في قناه اسمه اهم الاضافات اللي تضاف على الاعلاف وفايده كل منها. اما الحاجه اللي بتمنع تكون الحصوات، عندك البيكربونات اللي هو بيكربونات الصوديوم، هو بيساعد في اللكمه وبيساعد في منع تكون الحصوات، بيساعد في عدم حدوث اللكمه، وكذلك بيساعد في منع بيمنع اللكمه، بيخف بيمنع اللكمه، وكذلك بيساعد في منع تكون الحصوات. اما في حاجه تانية الاساسي اللي هو كلوريد الامونيوم، وللاسف ما استخدمتوش، هو المفروض يكون موجود عند البيطريه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هل ممكن ان اضع مع الغنم، هل ممكن ان اضع مع الغنم في حظيره الغنم دجاج بلدي عن طريق تثبيت رفوف علويه في حظيره الغنم، في حظيره الغنم لهم؟ ممكن ان شاء الله. انا كنت عادي، كان في عندنا فراخ يعني بالمصري كانت مطلوعه مع الغنم، ما فيش اي مشكله طالما بعيده عن انها تنط في المعالف، طالما هي بعيده عن المعالف، عن النط في المعالف، وطبعا بتعمل فضلاتها في المعالف، فتعمل مشاكل تزفر العلف، ما تخليش الغنم تاكل العلف، زائد انها ممكن تجيله امراض لما تنط في الطواله بتاعه العلف، لكن طالما مش هتنط بعيده عن الطواله ما فيش اي مشكله ان شاء الله. التسمين في الاناث مثل التسمين في الذكور من حيث السن ومعدل التحويل لجودة اللحم؟ ان شاء الله طالما بكريه يعني لبنيه لسه ما عشرتش، ان شاء الله نفس بعض. اذا قل معدل التحويل بيقل بسيط، لكن كل حاجه زي ما هي، جوده اللحم ممتازه، ما فيش اي تمييز بين لحمه الذكر والنتايه طالما لسه، حتى بعد ما تعشر والله، بس لنفس السن، لنفس السن سواء ذكر او نتايه ما فيش اي فرق في الطعم، لنفس السن. يعني اذا جبت نعجه والدي قبل كده جيب كبش برضه، ما تجيبش حولي لباني وتقارنه عمر سنه وتقارنه بنعجه عندها 5 6 سنين، لا قارن نعجه عندها 5 6 سنين قارنها بكبش عنده 5 6 سنين برضه. وكذلك معدل، قلت لك كل حاجه ان شاء الله زي نفس النظام، فيما عدا اذا اختلف معدل التحويل بيختلف بسيط، معدل تحويل الذكر ممكن يزيد كيلو في الشهر عن النتايه، وفي اغلب الاحوال بيكون متشابهين مع بعض يعني، بس لما بتقرب تبلغ معدل التحويل بيقل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الرخاله اللي عمرها 7 شهور كم تحتاج كيلو علف بالنهار للتربيه مش للتسمين؟ لو انت بترعى بيها، احنا قلنا الخروف في التسمين السريع بياخد 3% من وزنه علف مركز، فانا ما بتكلمش بالشهر، بتكلم بالوزن. يعني لو هي مثلا وزنها عمرها 7 شهور وزنها مثلا 30 كيلو، يعني ليها لو هي بتسمن، لو انت بتسمنها تسمين سريع، ليها كيلو علف في اليوم اللي هو ال 3%. انت ممكن تستكفي ب 1% 1.5% 2% على حسب الخير اللي موجود في المرعى، او على حسب الماده الملأ المتوفره عندك. الماده المتوفره عندك الملأ ضعيفه عشان تحافظ على صحتها، ممكن تديها 1.5%، يعني تديها نص كيلو علف اخر النهار لو هي وزنها 30 كيلو. لا والله المرعى اخضر وغني وكويس تمام، ممكن تستكفي بربع كيلو اخر النهار لما تيجي من المرعى، تحافظ عليها بحيث تحافظ على صحتها وفي نفس الوقت ما تسمنش منك عشان تعشر. جزاك الله خيرا، ابارك فيك. السؤال الاول، اذا كان لدي علف مركز زي نسبه بروتين 18% مكون من صويا وشعير ونخاله، هل ممكن تغيير نسب الشعير والنخاله بمقادير كثيرة، ذلك أن سعر الشعير أحيانا يكون أرخص من النخالة وأحيانا أغلى منها، هل لديك ملاحظات في ذلك؟ لما تيجي تغير، إحنا قلنا بديل كل عنصر لازم تبادله بنفس المجموعة، بمعنى أنا عاوز مصدر نشويات، مصدر نشويات غلي، لازم أشوف البديل بتاعه، البديل بتاعه كمصدر نشويات، البديل بتاعه كمصدر نشويات، ما يجيش أنا الذرة غلت أروح أستبدل الذرة بالفول، الذرة مصدر نشويات والفول مصدر بروتين، فده المقصد تفاضل ما بين المجموعه الواحده، يعني مثلا قمح، شعير، ذره سواء ذره ابيض او ذره اصفر او ذره عويجه، الخبز اللي هو العيش،
الرجيعه، وان كان الرجيعه دي مش موجوده عن الناتج من تبيض الرز، بيبقى بودره كده بيضه غنيه بالسكريات، بيبقى طعمها مسكر زي السكر، بس هي بتستخدم اكتر للبهائم الحلابه، بتزود الدسم بتاع اللبن. وفي نفس الوقت ممكن تتحط على علف الاغنام بس بنسبه ما تزيدش عشان الدهون فيها عاليه. الزيوت فيها عاليه ممكن كترها بيسبب رخاوه في العضلات، بس يعني ممكن تتحط بنسبه 20% ولا 25% على علفه الاغنام، ما تزيدش عن كده. في البقر ممكن تستخدم بنسبه 50 و60% عادي. المهم يبقى انت بتقارن شعير مع نخاله. النخاله دي عباره عن ايه؟ لا هي مصدر بروتين ولا هي مصدر نشويات، هي فقيره في النشويات ولا فقيره في الطاقه، ولكن تعتبر فيها وفيها نسبه الياف وفيها نسبه بروتين، نسبه بروتين مقبوله، مش هنقوله كمصدر بروتين، فهي تقدر تعتبرها مكمل، تقدر تعتبرها مكمل لمصدر البروتين. طبعا ساعات بيكون سعرها رخيص جدا قصاد نسبه بروتينها، يعني بيبقى سعر وحده البروتين فيها مقبول، فبالتالي تصلح كمكمل، ولكن ما ينفعش تحل محل الشعير بالكامل. ولكن يعني ممكن ناخد مثلا 10-15 كيلو من الشعير نستبدلهم بالذرة بالنخالة، إنما الشعير ما يحلش، النخالة ما تحلش محل الشعير النهائي، وكذلك الشعير يحل محل النخالة، الشعير يحل محل النخالة، لكن النخالة ما تحلش محل الشعير. يعني لازم تحافظ على نسبة النشويات في العلفة معاك بتاعتك. السؤال الثاني، 9 وحدة بروتين من وزن الشعير مع 9 وحدة بروتين من وزن النخالة أيهما أفضل؟ يعني إذا تساوي سعر وحدة بروتين الشعير مع سعر وحدة بروتين النخالة أيهما نختار، أم نخلط بين الاثنين الاستفادة من خصائص كليهما؟ طبعا أنا زي اللي سألك دلوقتي، الإجابة يعتبر ما يتقارنش. قارن شعير، قارنه مع ذرة، قارنه مع قمح، قارنه مع عيش، دي الحاجات اللي تقارن بيها. انما ما ينفعش تقارن شعير برده بالنخاله. يعني النخاله زي ما قلت لك دي حاله خاصه، حتى لو ذكرت مصدر النشويات وذكرت مصدر البروتين ما ذكرتش النخاله. هي تعتبر عامل مكمل للبروتين، نسبه البروتين، وفي نفس الوقت فيها طاقه بس طاقتها ضعيفه، اقل من الذره بكتير واقل من الشعير بكتير. فانا ما يتقارنش على اساس الوحده دي. لازم لما تيجي تحسب سعر وحدة البروتين بيكون لكل مصادر البروتين، يعني سعر وحدة البروتين دي في مصادر البروتين: فول، حمص، عدس، صويا، كزب بذرة قطن، كزب كتان، كزب سمسم، كزب فول سوداني، الحاجات الغنية، العدس، الحاجات الغنية بالبروتين. أما المصادر النشويات الشعير، القمح، الذرة، العيش، بنشوف الأرخص، هم قريبين من بعض، يعني من 9 الذرة لحد 12 القمح. في نفس الوقت بنشوف السعر، لو السعر كله واحد طبعا افضله ما يكون القمح. لو القمح اغلب حاجات بسيطة من الذرة هيفضل برضك القمح افضل، لان في 3% زيادة بروتين عن الذرة. هنا بقى بيختلف بالنسبة وتناسب على حسب السعر. انما الشعير والنخالة ما ينفعش يتقارنوا مع بعض. ايه اسباب العرق في الاغنام؟ اسباب العرق كتير، ممكن يكون في التهاب في الحافر ما بين نقطة التقاء الحافر بالجلد، ساعات بيحصل دمامل، بتحصل خراريك في المنطقة دي بتسبب صعوبة المشي. ممكن يكون في سوسة في الضفر من تحت، تنظف مكان التقاء الضفر بالأرض، لو الضفر طويل قصه وتنظفه كويس من الأوساخ بأي حاجة، نظفه كويس وشوف الجزء الملاصق للأرض في بودرة بيضة، يبقى دي بداية سوسة، دي سوسة، والسوسه دي بتنخر في الضفر من تحت لغايه ما توصل للاعصاب، ما يقدرش يدوس على رجليه. في حاله تاني، في ما بين الضوافر نفسها ممكن يحصل في زي الحبايه كده، الحبايه دي ممكن تكبر وتعبي مده وتعبي افرازات، تصبح زي الدمل ما تخلوش يعرف يمشي. ممكن يكون مخبوط، منطوح، حاجه نطحته. ممكن يكون في مسمار دخل في رجليه، حديده او اي حاجه دخلت في رجليه. في اسباب كتيره، ممكن يكون تشك على الخشبه فيها مسمار وداس عليها، بس المسمار شابك في الخشبه ما طلع مش في رجله، بس غزه المسمار في رجليه عمليه هتعمله هتبان بعد كده على شكل خراج. في اسباب تانية تعتبر نقص كالسيوم، نقص الكالسيوم بيبقى الخروف مش قادر يمشي على رجليه، بس بياكل ويشرب تمام وهو قاعد، لكن ما يقدرش يمشي، ده نقص كالسيوم بيسبب عرق. في التهاب المفاصل، ممكن يكون زيادة البروتين لفترة طويلة بتأثر على المفاصل.
كل دي اسباب هحاول ان شاء الله نعملها في فيديو مخصوص للتوضيح اكتر عشان نعرف ندور ونعرف ونعالج كل حالة. لو سمحت ممكن الصعيد على النخالة او الرضة يعني بوضع القمح في خلطة الغنم، يعني مثلا قمح وشعير وذرة وفول صويا مع مرعاة الاطفال. طبعا اكيد مش لازم الرضة او النخالة، يعني انت القمح عبارة عن دقيق ونخالة مفيش اي مشكلة. وحتى لو مش مستخدم القمح ممكن ما تستخدمش الرضة، مفيش اي مشكلة، متوفر عندك شعير رخيص وقمح. طالما الرضة سعرها غالي عندك او مش متوفرة مش لازم الرضة، الرضة بنستخدموها لان المفروض بتبقى سعرها رخيص وفيها نسبة بروتين كويسة. لو سمحت نفسك كنت عاوز علاج للكحة الخروف، مع العلم كان سخن واخد مضاد حيوي لمدة 3 ايام وخفض الحرارة بس لسه في كحة جامدة. كحة جامدة قلتها وعدناها مليون مرة، التايلوزين. كحة اللي هي الكحة الجامدة دي كحة ناشفة، تحس ان روحه بتطلع، تحس ان روحه بتطلع وهو بيكح، ده عاوز تايلوزين. 1 سنتي لكل 10 كيلو، يعني الخروف لو وزنه 30 كيلو هتديله 3 سنتي عضل مرة واحدة بعد يومين. لو فيه بواقي كحة لسه هتديله مرة كمان بعد يومين وان شاء الله بتختفي نهائي الحقنة عضل. طبعا 100 خروف كم متر مساحة تكفيه؟ من 100 المفروض لما تقلش المساحة عن 150 متر لو انت هتكبر للآخر. اما لو انت هتجيبهم شهر شهرين اوزان صغيرة يعني وهتكبر مثلا هتخليهم اوزان 30 وهتبيعهم، لا ما فيش مشكلة، حتى 100 متر هتكفي. انما لو انت هتكبر الاحجام كبيرة وهتوصل مثلا 50 60 70 كيلو، لا يبقى في الحالة دي 100 على الاقل 150 متر. لو عملت في اقل هينفع بس هيترتب عليها ازدحام، هيترتب عليها اعمال نظافة كتير. المفروض حد ادنى 150 متر لو الاحجام هتطلعها كبيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله، نحبكم في الله، حبك الله يا اخ فتحي. عندي خروف عمره 4 اشهر وزنه 26 كيلو، هل هذا الوزن جيد؟ وما نصيحتكم؟ يرحمكم الله. 4 شهور، 4 × 6 = 24، يعني ان شاء الله يعتبر معدل الزيادة بتاعه 6 كيلو في الشهر، ممتاز. وقول هو نزل 2 كيلو، هو ينزل حوالي 2.5 كيلو 3 كيلو، يعني معدل الزيادة معاك في الشهر 6 كيلو، ان شاء الله الخروف تمام يا اخ فتحي 100%. بس طبعا يعني انت بس 4 شهور المفروض ده بياكل، يعني المهم الخروف ان شاء الله معدل تحويله ممتاز. في احسن من كده طبعا، في احسن من كده بس احنا بنقول التحويل جيد. يعني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ثنائي فوسفات الصوديوم محفز جيد للعشر الاغنام والمعز، ام توجد بدائل؟ وهل توجد اعشاب طبيعيه محفزه للعشر غير الفوسفات؟ والله ده اللي يحضرني الان هو ثنائي فوسفات الصوديوم، ولكن ممكن ما تحطوش خالص في العلفه، تغذيه كويسه موزونه، النخاله بتاعتك فيها كالسيوم وفوسفور كويس، الاضافات بتاعتك فيها كالسيوم وفوسفور كويس، ما فيش اي مشكله ان شاء الله. حط البريمكسات بتاع البريمكس بتاعك اللي هو مخلوط فيتامينات واملاح، بس ده بنقوله في حالات خاصه، العشر متاخر في القطيع بالكامل ممكن تحط ثنائي فوسفات بمعدل كيلو على 100 كيلو يزود معاك الخصوبه في فتره التجهيز للعشر. سعر اللحم بعد الذبح 1000 دينار جزائري، ماشي يا اخ سعود. لان في الصراحه في كويس ان انت جبت بالمره، انت ذكر لي، ذكرت يا اخ سعود اني عشان اجاوبك على سؤالك القديم فين، انا صورت الصورة هنا، هنا يا اخ سعود ذكرت اني سعر العلف المركز بروتين جيد 6500 دينار جزائري. ده سعر ايه؟ سعر الطن ولا سعر الميت كيلو ولا سعر الكيلو؟ عشان انا طبعا الارقام بتاعتكم ارقام كبيره، يعني لو سعر الطن فالعلف عندكم لو سعر حتى ال 100 كيلو فالعلف يعتبر عندكم ببلاش. يعني سعر الكيلو اللحم، هنا انت ذكرت لي سعر كيلو اللحم مش كيلو الخروف، اي يعني ده يعتبر 1000 دينار دي كيلو اللحم، صح؟ صح على المعلومه في الفيديو اللي جاي اللي انا فهمته من سؤالك، ده سعر كيلو اللحم مش كيلو الخروف حي، سعر كيلو اللحم 1000 دينار، والخروف المفطوم من 20 لـ25 كيلو من 17 إلى 20 ألف دينار. وسعر العلف المركز اذكر لي هنا الوحدة ايه؟ 6500 دينار جزائري لإيه؟ الجنطار اللي هو 100 كيلو ولا الطن؟ اذكر الوحدات عشان نعرف نجاوبك كويس ان شاء الله. ماشي، ما هي اقصى كميه ممكنه من النخاله في العلف المركز؟ هل هي 30 كيلو لان تجاوز هذه الكميه
والله على حسب باقي المكونات، يعني ممكن تستخدم النخالة كمصدر بروتين فقط، هنا توصل ل30%، يعني ممكن تستخدم 70% شعير و30% نخالة، أو 70% ذرة و30% نخالة. في الحالة دي هو مصدر البروتين الوحيد اللي معاك هو النخالة في حالة صعوبة توفير مصدر بروتين رخيص. أما على حسب المكونات التانية، اذكر لي بقى المكونات، فهي لو 30 ماشي، محافظ على نسبة النشويات ونسبة البروتين عندك مصدر البروتين يعني 30% ماشي، اللي هو النخالة. إنما اذكر لي باقي مكونات العلفة عشان ما تكونش مكونات العلفة كلها ألياف أو مصادر بروتين، وبالتالي يبقى الطاقة ضعيفة ما يديش معدل التحويل المظبوط، لأن النخالة تعتبر مش مصدر غني بالنشويات، فقيرة في النشويات. ما هو معدل الزيادة الشهري في الخروف البلدي والبرئي والرحماني؟ الخروف البرئي المظبوط مع العلفة المظبوطة 3% من وزنه، علفة من 16-18% بروتين، بيدي ربع كيلو في اليوم 7.5 كيلو. الخروف البرئي المظبوط يعني بمتوسط 7 كيلو في الشهر. البلدي والرحماني نفس النظام، خروف بلدي أو رحماني مظبوط، علفة مظبوطة 3% من وزنه في اليوم، بروتين من 16-18%، وخروف مظبوط بيديك إن شاء الله ممكن 8 كيلو 9 كيلو في الشهر إن شاء الله، يعني بمتوسط 8.5 كيلو. في أي شهر بيحصل تسقيط في الأغنام وفي أي شهر بيحصل بكثرة؟ لا، هنا المفروض إنها ما تسقطش يا أخ باهي، أنت بتذكر كأن ده التسقيط ده حاجة طبيعية عادي، لا، بتسقط دي إما منطوحة وإما مريضة، مريضة زي مرض البروسيلا، بتسقط في حدود الشهر الثالث تالت الرابع، تعشر بسهولة وتمسك وكل حاجة تمام، وتيجي في الشهر التالت أو الرابع تسقط، تنزل الجنين ميت. أما فما لهاش شهر معين السقطة، ممكن تسقط من أول شهر، من تاني شهر حاجة تنطحها تسقطها، تيجي خبطة فيها غلط تسقطها، ولكن ملوش شهر معين. بس أنا بتكلم على البروسيلا، بالنسبة لمرض البروسيلا في حدود الشهر التالت أو الرابع تسقط. رجعت وريني شكل صورة علف الصويا لوحده مش مخلوط. طب هنوقف يا أخ سعود وننزل لك صورة من النت. ده اهو طبعا نزلت لك الصورة اخ سعود، ده يعتبر فول الصويا الحب، ادي صورة واضحة ايه، عامل زي اللوبيا، ده فول الصويا الحب الخام، وده كسب الصويا اوريهولك، ده ثانية واحدة، مش عارف هو ساعات انا ادوس اوقف هو ما بيوقفش، المهم انت تابعت الخطوات كده. البرنامج المفروض ساعات كنت بدوس، لا احسب ان انا اوقف وهو مش موقف، المهم انت كده المفروض شفت. ده يعتبر كسب الصويا اللي هو بعد استخلاص زيت الصويا منه، في صورة اوضح من هنا، كانت صورة ظاهرة دلوقت، كانت في صورة اوضح الصراحة اهي، المفروض شكله بالشكل ده. ده كسب الصويا، ده كده كسب الصويا بعد استخلاص زيت الصويا منه بدون مش مخلوط معاه اي حاجة. ان شاء الله تكون وصلت لك الصورة يا اخ سعود، انا مش عارف ان في حاجات ظهرت انا موقف وهو شغال، المهم كده ان شاء الله وصلتك الصورة. وكده قفل اليوتيوب من الحمد لله فاتحة، تمام. وصلنا فين؟ رجعت وريني وريناك الصورة يا أخ سعود. ما سبب الدوران في الأغنام؟ سبب الدوران الأساسي رقم واحد
هو التهاب المخ اللي هو بيتقال عليه دوشان، دوشا، نوشا، لوشا، كل منطقة بتسميها باسمها. دي اللي هو يعتبر الدوشان اللي هو التهاب في المخ. لو صاب المخيخ، طبعا في حالات ما بيضرش على فكرة التهاب المخ، في حالات ما بيضرش الحيوان. ليه ما بيضرش؟ وامتى يدور؟ امتى يدور؟ لما الالتهاب يصيب جزء المخيخ. المخيخ هو المسؤول عن التوازن في الجسم، فلما الالتهاب يصيب المخيخ بيحصل عدم توازن ويحصل ترنح ودوران. طيب امتى ما يسببش؟ لو الالتهاب ما صابش المخيخ وصاب اي مكان تاني، مثلا صاب فص البصر، الخروف ما بيشوفش، يفضل ماشي يخبط. ودي حصلت عندي، الخروف ما كانش بيلف ولا كان بيدوخ ولا اي حاجه، بيمشي بس عدل، يخش يمشي، الغنم تزقه كده يخش في وسط الغنم، الغنم تخرج تاكله ويدخل ياكل. غير كده هو ماشي يروح خابط في الحيط، لما دبحته كسرت راسه لقيت المخ ملتهب. طبعا بيحصل له اكل، بيكون اكل على قد كده وما بيزيدش، فمالوش علاج غير الذبح. وفي حل تاني وفي سبب تاني الدوران قد، ولكن الاكتر هو الدوشان. قد يسبب دوران، وهي ديدان النغف اللي هي ديدان اللي توقف مناخير الخروف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. تعرف الخلطة بتاعة الحمام موجود فيها فول وذرة وذرة عويجة وبسلة، وعليها بضيف عليها ردة وعيش ناشف وسرسة رز. العلفة كده كويسة، مع العلم اني مربي معيز نتين. طالما معيز نتيات امهات ان شاء الله العلفة تمام بإذن الله. لو سمحت نفسي، عندي جدي اكلته وحشة جدا في العلف ومش بيزيد في الوزن خالص، اعمل ايه؟ ده لو ما كنتش مجرعه ديدان تديله جرعة للديدان، وركز على شربة الليفا فلوك. شربة الليفا فلوك بتعمل اسهال، بتنزل، بينظف كرشه كله، بتموت الديدان. طبعا هي كلها بتموت، بس في شربات ما بتعملش اسهال، لكن الليفا فلوك تعمل اسهال. لربما كان بلع حاجة صغيرة مع الاسهال تطلع، عامل له مشكلة في الامعاء. لربما لو اديته الشربة واديته الايفوماك وما فيش معدل تحويل، الجدي ده حاجة من الاثنين، يا اما بلع حاجة وسدله مصرانه والاكله بتاعته بسيطة كده ويقعد يموت بالبطيء يضعف، يا اما الخروق الجدي مش متاسس، الجدي مش شبعان لبن صغير، مش هيديك معدل تحويل حتى لو بتاكله فول صافي، ده تتخلص منه احسن. بس الاول تجرعه وتديله الشربه ليفا فلوك الاول. ايه راي حضرتك في تعجين الاغنام العساف مع الرحمن؟ ما جربتهاش، بس ده اقتراحي يعني، اقتراحي. العساف حجمه كبير والرحمن ما شاء الله حجمه كبير، يعني هيحافظوا على الحجم ان شاء الله. النتاج الرحمن ليته كبيره خالص، العساف ما فيهوش ليه خالص، فان شاء الله هيجيب ليه متوسطه، هيكون الخروف ان شاء الله باذن الله ناجح. لكن المشكله بس في ان الخروف ممكن يطلع من غير قرون بنسبه 50%، دي المشكله عندنا في مصر. انما انا بفضل تهجينه، ده رايي الشخصي، لكن تجربه مفيش تجارب. يعني ان شاء الله تهجينه مع العساف مع الرحمن ان شاء الله كويس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هل العشر في الغنم بيكون اصعب من الماعز؟ لان حد قال لي خليك في الماعز اسهل، علشان اللي هي في النعاج بتمنع العشر، فممكن توضيح؟ لا بص، الاثنين بيعشروا عادي طالما الكبش كويس، طالما الكبش كويس الاثنين بيعشروا، ما فيش اي مشكله، فيما عدا لو نعاج رحماني اللي هي ليتها كبيره او بلدي، بتساعد الكبش لما تلاقيه مش عارف يضرب، بتساعده انك ترفع له اللي هي. بس ساعات بيحصل تدخل، لازم يحصل تدخل. في النعاج البري ما بيحصلش تدخل، اغلب الوقت بتبقى الضرب بيضرب لوحده زي المعيز. اما من ناحيه الافضليه، فانا طبعا الافضل الغنم افضل من الماعز، الا لو انت سوقك ماشي في الماعز اكتر من الغنم. هل توجد طريقه لتمييز الاغنام غير طريقه الترقيم؟ في طريقه بيتعلق طوق في الرقبه وبيبقى عليها الرقم، وفي طريقه تاني اللي هي بالوشم. الوشم جوه الودن، جوه صوان الودن، الودن بتاعت الخروف من الناحيه الداخليه، في اله وشم بيتوشم عليها رقم الخروف، الرقم بتاع الخروف بيتحط رقم الخروف في الوشم داخل الاذن. دي طريقه، دول يعتبروا الثلاث طرق، والطريقه الثالثه اللي هي طريقه الترقيم. كده يبقى خلص ان شاء الله الاجابات النهارده. في نهايه الفيديو ما تنساش لو عجبك الفيديو الاشتراك في القناه ليصلك كل ما هو جديد ومفيد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.